وايه اللي حصل بين طارق وبدر؟ ده عيل غبي، ازاي يجي يزورك من غير ما يقول لحد؟ ده حتى مش مقدر ان طارق يبقى موجود. معذور يا مجدي، الواد باين عليه بيحب لؤلؤ بجد. والنبي نقطينا بسكتك انت. ايوه بس كان لازم تقولوا لي انه جه. اهو طارق سالني عليه. سالك؟ وقلت له ايه؟ قلت له ما اعرفوش. يا لهوي، ده احنا قلنا له ان هو من اكبر معجبينك وبيلف وراكي في كل الحفلات، يعني طبعا لازم تبقي عارفاه. عرفتي يا عصا، عشان كده بقول لك كان لازم تقولوا لي. يا ريت بقى نخلص من الحوار ده ونركز في شغلنا وحياتنا. يلا يا حبيبتي، انا حضرت الشنطه، قومي بقى غيري هدومك عشان نمشي. البيت وحش قوي من غيرك يا قلبي. كئيب. ليه بس يا حبيبتي؟ ده انا طول الليل اسالك عايزه حاجه، محتاجه حاجه. انا مش عايزه حاجه من حد يا مروه. انا كل اللي انا عايزاه ان انا اشوف بنتي قصاد عيني في بيتها مبسوطه ومرتاحه. انا هروح اشرب حاجه في الكافيتيريا، اجيب لك حاجه معايا؟ وليه يا ماما؟ خليكي هنا وانا هتصل بالتليفون اجيب اللي انت عايزاه. لا انا عايزه اتمشى شويه، اصل الاوضه بقت تخنق. زعل امي فيها يا مروه؟ والله ما عملت لها حاجه، هي اللي شايلاني فوق راسها كده ما اعرفش ليه. لا ما هي المساله مساله قبول يا مروه، وما شاء الله انت قبولك واقع عند كل الناس. حرام عليك يا مجدي، دي مروه قبولها زي العسل. مروه اوعي، كل لامي. والله العظيم ما عملت لها حاجه، هو انا اقدر اصلا اعمل لها حاجه؟ تزعل مين يا لؤلؤ؟ دمك تجيبها من شعرها. قولي لي بقى، لما كاميليا جات لك قالت لك ايه؟ كاميليا؟ يا كاميليا جت فعلا؟ انا كنت فاكره اني بخرف من المحاليل والادويه اللي باخدها. لا ما بتخرفيش، هي فعلا جت زارتك في المستشفى. انت عرفت منين؟ انت كنت هنا؟ لا ما كنتش هنا. عرفت من ده. ايه تاخد بنت على قفايا؟ تجربة مرة دي ورقدتي؟ احنا من امبارح بيتنا في المستشفى انا وداليا عشان تعبت قوي من قلة الاكل ومن كتر التفكير علشان انت طلقتها. حالتها كانت صعبة قوي والدكتور قال لنا ان البيبي لازم ينزل، وللأسف نزلناه. احنا في البيت دلوقتي وداليا حالتها صعبة على الاخر. يا حرام يا ولاد اللذينة. قالوا لي حضرتك طلبتني يا طارق باشا. اه يا عمر، بقول لك ايه، في واحد كده عاوزك تعمل لي عنه تحريات، اسمه بدر ياسين، شغال ميكانيكي وعنده ورشه في المعادي. اوامر معالي. تحب اجيبه لك متكتف تحت رجليك؟ انا قلت كده؟ انت تعمل اللي انا اقول لك عليه بالحرف الواحد ومش عاوز تجويد، الله يكرمك. اوامر معالي. عاوزك تجمع لي كل المعلومات عن الواد ده وبس. حاضر يا طارق باشا. اتفضل، عاوزك تبتدي من دلوقتي. يلا اعتبره حصل سيادتك. يلا.